مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلوميير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يدين الأعمال الإرهابية في سيناء. مجلس الكنائس العالمي يؤكد دعمه للمحافظة على كنائس الأراضي المقدسة. في بازار الرحمة الثالث أكبر مغارة ميلاد في الأردن. المونسنيور غازي الخوري كاهناً جديداً للرعية المارونية في الأردن. أهلاً بكم. أدان جلالة الملك عبد الله الثاني في برقية بعث بها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف أحد المساجد في شمال سيناء وأودى بحياة أكثر من 300 من أبناء الشعب المصري. وأكد جلالته تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف جميع الناس دون استثناء. على صعيد متصل، استنكر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على لسان غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال أرواح الأبرياء، وقال إن مثل هذه الأعمال مرفوضة من كافة الشرائع السماوية، مبينا أن تزامنه مع ذكرى المولد النبوي الشريف وموسم الاستعداد للميلاد المجيد هو مخالف لكل الأديان التي تؤمن بالله الواحد إله المحبة والسلام. أكد مجلس الكنائس العالمي في ختام اجتماعاته بعمان موقفه الداعم للمحافظة على كنائس الأراضي المقدسة وجهوده الرامية باحتفاظ الكنائس بأملاكها وأوقافها وحرية إدارتها وخاصة في القدس بما في ذلك منطقة باب الخليل، كما أعرب في بيان صادر عن شكره وتقديره الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني على جهوده في المحافظة على المقدسات المسيحية والإسلامية وهوية المدينة المقدسة. ودعا المجلس إسرائيل إلى التوقف عن سن القوانين التي قد تؤثر على مستقبل الوجود المسيحي في فلسطين من خلال استملاك أراض وأوقاف كنسية من دون الرجوع للكنائس، كما أعرب المجلس عن شكره للجهود التي بذلها وما زال يبذلها البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث للدفاع عن الكنائس وأملاكها وأوقافها في مدينة القدس الشرقية. من خلال رسالة مكتب فضائية نورسات الأردن في العمل المسكوني والإنساني مع كافة العائلات الكنسية في المملكة وتحت رعاية الأب الأرشمندريت نادر صاووق بمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي، يقيم المكتب بازاره السنوي الثالث الرحمة، وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان الذي يقام بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية ومشاركة كافة الفعاليات الكنسية من مختلف الكنائس من شبيبات وكشافات، حيث يتميز بازار هذا العام باحتوائه على أكبر مغارة ميلاد في المملكة إضافة إلى أجنحة تضم أشغالاً يدوية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد، كما تقام على هامش البازار عروض وحفلات يومية للأطفال وأمسيات ميلادية تقدمها جوقات متعددة من كنائس مختلفة. بازار الرحمة الثالث. يدعوكم مكتب فضائية نورسات الأردن للحضور والمشاركة في بازار الرحمة الثالث تحت رعاية قدس الأب الأرشمندريت نادر صووق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان بمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي، وذلك في الأوقات التالية: بتنظيم من شبيبة الأردن للدراما المسيحية، جوقات متعددة تبدأ الساعة 7 مساء، حفلات أطفال يومية تبدأ الساعة 6 مساء، أكبر مغارة ميلاد في الأردن. لمتابعتنا عبر بمحبة نلقاكم. أكبر مغارة ميلاد في الأردن. We'll be right back.
وفي ذات السياق أقيمت في العديد من الكنائس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في المملكة بازاراتها السنوية المعتادة. التقرير التالي يسلط الضوء على عدد من هذه البازارات والتي أقيمت خلال الأيام الماضية. بازارات ميلادية في مختلف رعايا المملكة تجسد فرحة الناس باستقبال طفل المغارة الآتي من العلا، حيث تقوم الكنائس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في عرض المنتجات وخاصة مستلزمات عيد الميلاد المجيد والعديد من المعروضات اليدوية والحرفية. هذا وللسنة الثامنة على التوالي نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة أم السماق بازارهم الخيري الذي كان برعاية سمو الأميرة سناء عاصم، اشتمل على عروض فنية لنخبة من الفنانين الأردنيين وفقرات ترفيهية خاصة للأطفال والزائرين. وقد حضر الافتتاح سيادة السفير الباباوي في الأردن ألبرتو أورتيغا مارتين وسيادة المطران ياسر العياش وجمع من الآباء الكهنة والراهبات وحضور مميز من كافة رعايا المملكة، كما ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية التي تثني على جهود المجموعة الكشفية في تنظيم كافة الأعمال الخيرية طوال العام وأهمها البازار، ووزعت سمو الأميرة سناء مع قائد المجموعة طارق مسلم الدروع على الداعمين للمجموعة. شرفنا بحضور صاحبة سمو الملك الأميرة سناء عاصم لافتتاحه، شرفتنا بتقديم العديد من الدروع للداعمين والرعاة لنا اللي هم دائما واقفين معنا، واحنا شكرناها. وزي ما حكى الأب عماد بواب انه سموها هي الداعم والساند للشباب هذه الرعية، وزي ما شكرناها كلنا كمجموعة لأنها داعمنا من أول ما بلشنا ودائما تدعمنا. أنا كمان بحب أشكر رعاتنا ومن ضمنهم قناة نورسات اللي هم دائما متواجدين معنا وبدعمونا. كمان بحب أشكر قيادتنا القائد العام طارق مسلم على جهوده، وبدي أشكر كل أفراد المجموعة اللي فعلياً أنهم شهر ما بيناموا وبيشتغلوا ليل نهار عشان يحققوا نجاح لهذا البازار. وكل عام وانتم بألف خير وكل عام وانتم بألف خير. وفي رعية مطرانية الروم الأرثوذكس في الصويفية أقامت أخوية حاملات الطيب بازارها الخيري السنوي تحت رعاية السيدة تيماء خوري وبحضور الأب الدكتور إبراهيم دبور، والذي يأتي ريعه لدعم الأشخاص الأقل حظا طوال العام. نحن بنستنى هذه المناسبة الحلوة حتى نشوف أكبر عدد من أهالي البلد يجوا يشجعونا، لأنه نحن بنشغل للعائلات المستورة. مجموعة حاملات الطيب الأرثوذكسية تعمل بازارها السنوي مرة بالسنة، و مضبوط يعني بوزعوا للفقراء والمحتاجين شهريا، يساهموا في بعض العمليات الجراحية بقدر المستطاع، يساهموا في الأكل في الشرب في بعض أجارات البيوت ضمن ما الله بعطينا، وهم بوزعوا للعائلات المحتاجة بغض النظر كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لأنه الكنيسة والمسيحنا ما بيعرف التمييز بالمحبة، المحبة هي للكل، للمسيحي وغير المسيحي. وفي كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس بمنطقة أبو نصير تم افتتاح البازار الميلادي السنوي
الذي اشتهر كل عام بمنتجاته الميلادية المتميزة برعاية كريمة من سعادة القنصل الفخري لجمهورية سان مارينو السيد سامر قعوار وبحضور كاهن الرعية الأب سرافيم السلمان. وعلى تلال جبل عمان وفي كنيسة الفادي الأسقفية العربية افتتح معالي وزير الأشغال المهندس سامي هلسة البازار الميلادي في قاعة الكنيسة بحضور القس فائق حداد وعدد من الآباء والأساقف الأجلاء وسط معزوفات وطنية أقامتها كشافة الكنيسة. نحب نقول كل عام وانتم بخير لأهلنا وشاركنا معهم هذه الاحتفالات. نقول الله يديم النعمة علينا من الأردن ونديم جلالة الملك اللي من خلاله كل أمورنا من الأردن كمسيحيين في توأم مع الإسلام تعايش تام على طول، فإن شاء الله دائما أيامنا تكون حلوة بالأردن. احنا كل سنة بنحاول من خلال هذا البازار مساعدة ما يقارب 120 ل 150 عائلة، وأهم ما في ذلك هو التعليم المدرسي والجامعي كما أسلف. مشترك معنا عدة مؤسسات من الNGOs من الخيرية والعمل الخيري بالإضافة إلى الخدمة اللي بنقدمها لعائلاتنا اللي بيكونوا بحاجة لدعم ومساعدة، بنعطيهم جزء منهم أيضا مجانا حتى يكون في لهم دعم لإلهم ودعم للصناديق المختلفة. وافتتح سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن البازار الخيري لجمعية بيت ساحور التعاونية الذي شمل معروضات لعيد الميلاد المجيد ويأتي ريعه لدعم العائلات الفقيرة خلال الأعياد المجيدة. جمعية بيت ساحور مع إدارتها الجديدة نظموا هذا البازار الخيري لجمع شمل أهل بيت ساحور الموجودين في الأردن، ونحن اليوم لكي نحتفل معهم بهذا الحدث ولكي نعايد على بعضنا البعض. نتأمل تكون هذا النشاط بداية خير وبداية نشاطات تجمع أهالي بيت ساحور، خاصة أنه إحنا بيت ساحور معروفين بأنشطتنا الاجتماعية على مستوى الأردن وفلسطين. كل عام وانتم بخير ونتمنى هاي المناسبات السعيدة تتكرر في كل المؤسسات. كما افتتحت كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في منطقة ماركا بازارهم الخيري برعاية السيد زهير ققيش بحضور كاهن الرعية عيسى عياش وعدد من الآباء الكهنة ومشاركة جوقة القديس نيقولاوس في الصريح بحضور عدد كبير من المؤمنين. حقيقة يعني أنه كان بركة القديس نيقولاوس عظيمة وبركة السماء كانت موجودة وبركة كمان غبطة البطريرك اللي ساهم مساهمة فعال في بناء هاي الكنيسة، ونشكر الرب هذا البازار السنوي الثالث اللي يفتتح بهاي الكنيسة في مشاركة من جميع الفعاليات، وتمكننا خلال السنة هاي من إقامة وتأسيس كشافة للكنيسة. بالفعل الكنيسة لها دور كبير إنها تجمع أبنائها داخلها يعد سماء ثانية كبيرة جداً تتسع لمن يلتجئ إليها. الكنيسة مفتوحة للجميع والكل عم بيشتغل والكل موجود
وربنا يبارك في الجميع ويعطيكم ألف عافية على مجهودكم وشكرا لحضوركم دائما. نشأت هذه الكنيسة بقدرة وجهود المتبرعين والأخوان والشباب واللجنة الكنائسية اللي قامت طبعا، والأبونا عيسى عياش له الفضل كبير في جمع التبرعات للكنيسة، وكل من قدم احنا نشكر كل الذين قدموا لهذه الكنيسة لإنشاء هذه الكنيسة، وصارت بالفعل محط أنظار لأنها بدأت من غرفة صغيرة ونشأت وكبرت وصارت بهذا الحجم وهذا الملتقى للجميع. وما زالت المعارض والبازارات الميلادية تتوالى وتفتح أبوابها استعداداً لاستذكار حدث الميلاد المتجدد في قلوب كل المسيحيين عبر التاريخ. بمناسبة تعيين المونسنيور غازي الخوري كاهناً جديداً للرعية المارونية في الأردن، ترأس سيادة المطران موسى الحاج رئيس أساقفة الموارنة في حيفا والأراضي المقدسة وبمعاونة الأب سامر زكنون القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة مار شربل في عمان بحضور السفير البابوي في العراق والأردن ألبرتو أورتيغا مارتن والسفيرة تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن وعدد من الكهنة وجمع كبير من المؤمنين. وفي عظة القداس شكر المطران موسى الحاج المونسنيور نبيه الترس على جهوده الرعوية خلال السنوات السابقة وتمنى للكاهن الجديد التوفيق في مهمته الرعوية. وبعد نهاية القداس الإلهي قدم الحاضرون التهاني للمونسنيور الخوري داعين له بأن يكون الله النور الدائم في طريقه. أنا كمطران الأرض المقدسة يلي بتنقل بين فلسطين وبين الأرض المقدسة وبين الأردن دائما بنطل على ابنائنا هون لحتى نسمعهم لهم ولحتى كمان نلبي الحاجات الرعويه المطلوبه، والوقت ذاته بنستفيد من حضورهم من محبتهم من قلبهم الطيب من نواياهم الصادقه يلي بيعبروا فيها عن محبتهم لالنا بقلب عمان. وكلني سيادة المطران موسى الحاج برعاية رعية مار شربل عمان بحضور السفير البابوي والسفيرة تريسي شمعون لأنه هن إخوة وحضور الكنيسة معنا، فإن شاء الله نضل بحماية الكنيسة لخير النفوس. لا تنحصر عجائب القديس نكتاريوس الكثيرة في شخص عادي الذي كان بخدماته الإنسانية نبراسا لكل شخص عاش من بعده، صنع الخير لكل محتاج من بني البشر من غير انتظاره تكريما أو تمجيدا، يصنع المعروف من أجل رضا الرب ومن أجل راحة الخلق أجمعين. التقرير التالي يعرض لنا احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد هذا القديس. هلموا يا مؤمنون نكرم نكتاريوس المولود في سيلفريا قرايا تهانينا من احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس. وبهذه المناسبة ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا خدمة الغروب الكبير وتقاريض الجناز تذكارا بهذا العيد العجائبي. المجد لمن شارك عجائبيا. شاركه في الخدمة قدس الأب بطرس جنحو والأب إليكسيوس قاقيش والأب نكتاريوس خوري. وبعد الخدمة تحدث سيادته عن عجائب القديس غير المنقطعة
وعن محبة المؤمنين لسيرته العطرة. وقدم سيادته بعدها الحلة الكهنوتية للأب بطرس جنحو لعطائه المستمر في الخدم المقامة في كنيسة القديس نكتاريوس في الصويفية. وتلا ذلك قداس احتفالي بحضور عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين ومحبي القديس. القديس نكتاريوس وجه محبوب جدا، أحس الناس بأهميته وقداسته بعد وفاته. قصته عادية جدا، وقد نلتقي بإنسان على مثاله في أي يوم وأي لحظة دون أن نشعر به، وهو يعطينا مثالا حيا لا يزول وصورة بسيطة عن القداسة، صورة خالية من التصنع والمواهب النادرة. هلموا أيها المؤمنون، نكرم القديس نكتاريوس المولود في سيلفيريا. ظهر في الأزمنة الأخيرة إذ هو محب الفضيلة الأصيل، بما أنه خادم المسيح الإلهي، إذ ينبع الأشفية في كل الأحوال للصارخين إليه بإيمان. المجد للمسيح من مجدك، المجد لمن جعلك عجائبيا، المجد للفاعل بك، الأشفية للجميع. احتفلت راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم بعيد الطوباوية ماري دي لا باسيون بقداس إلهي في كنيسة يوحنا دي لاسال جبل الحسين. ترأس الاحتفال كاهن الرعية الأب عصام الزعمط، عاونه فيه الأب الفرنسيسكاني فراس حجازين بحضور راهبات الفرنسيسكانيات العاملات في الأردن وبمشاركة الرهبانيات الأخرى وحشد كبير من المؤمنين. وبعد القداس قدم الأب الزعمط كاهن الرعية التهنئة للراهبات بعيد مؤسستهن الطوباوية ماري دي لا باسيون، متمنيا لهن التقدم والنجاح في رسالتهن الرهبانية. مع أخواتنا الرهبات الفرنسيسكانيات كمان المرسلات اللي في هالرسالة بيحملوها بها الطوباوية اللي كرست حياتها، والأعظم منهم اليوم في أن رهبات بهالجيل وبهالعمر أنهم بيكرسوا حياتهم لخدمة الكنيسة بعدة رسالات واقعية وملموسة بحياة الإنسان والعائلة المسيحية. ونتمنى لهم عيد وبركة وكمان صلاة من أجل دعوات جديدة في الأردن وبخدمة الأردن. في جانب بدي أحكي عنه، هو بما أنه نحن اليوم بعيد يسوع الملك، والإنجيل هو كان عن كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. بعتقد أنه هالمثل هيدا بيطبق على الطوبابية ماري دو لا باسيون اللي هي من بداية حياتها حتى هي وصغيرة كان عندها الشغف بمساعدة الفقراء، وهالشي نقلته لرهبانتها، ومن هيك كمان اختارت هالروحانية الفرنسيسكانية اللي هي روح الفقر وعيش الإنجيل ببساطة. ونحن اليوم بالشرق وبالعالم منحاول انه نعيش هالروحانية هيدي اللي عطيتنا اياها، منحاول نكون أمناء لهالروحانية ونتواجد أو رسالاتنا تتواجد مع الناس الأشد فقراً واحتياجاً الموجودين حوالينا وبالعالم. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد يسوع الملك، وذلك بعدة لقاءات شبابية جمعت عدداً كبيراً من أبناء الرعاية في المملكة. تخللها العديد من القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة. التفاصيل في هذا التقرير.
تتوالى احتفالات الشبيبة في العديد من الكنائس في المملكة بعيد يسوع الملك عيد الشبيبة. ففي كنيسة الرسل للاتين في الزرقاء الشمالي ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن قداساً احتفالياً بمشاركة الأب إياد بدر كاهن الرعية والأب جوفاني الكاهن المساعد بحضور الشدياق طوني حايين والراهبات وأبناء الرعية. في بداية القداس رحب الأب بدر بسيادة المطران الشوملي على تفضله بالحضور إلى الكنيسة ومشاركته تعيين مسؤولي الشبيبة والانطلاقة الجديدة لها في هذه السنة، داعياً الجميع للصلاة لأجل الأردن وقيادته الهاشمية وأن يديم على الشعب الأردني نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار. نرفع صلاتنا ونطلب من يسوع الملك دائماً يبقى ممجداً في حياتنا، دائماً يبقى المثال لكل واحد منا وخصوصاً أبناء الشبيبة أبناء كنيسة الرسل، خادم محب رحيم على مثال يسوع الملك. وفي عظته هنأ سيادة المطران الشوملي شبيبة الزرقاء بعيد يسوع الملك وشكرهم لدعوتهم له للمشاركة في انطلاقة الفريق الجديد من المسؤولين، معرباً عن تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في مهمتهم الجديدة. اليوم احتفلنا في رعية الرسل في الزرقاء بعيد يسوع الملك، وخلال العظة شرحنا معاني هذا العيد، بأي حق يسوع المسيح هو ملك الكون، ما هي أوراق اعتماده، وأيضاً قلنا كيف يمكن أن يملك علينا روحياً وكيف يمكن أن نكون تلاميذه. الجواب أن نتبع شريعته، شريعة المحبة، لأننا سنحاسب مساء حياتنا عن المحبة. كان احتفال راقي، ترتيل جميل، ونشكر الله على نعمة وجود شباب ملتزمين تجاه الكنيسة وتجاه تعليمها، نبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق. تأسس هذا الاحتفال بسنة 1987، وكانت انطلاقته عيد الشبيبة من كنيستنا كنيسة الرسل، فمضى 30 سنة على هذا الاحتفال، وهو احتفال رسمي لكل شبيبات المملكة تحتفل بهذا العيد لتجديد الوعد وتأسيس المجالس، مجالس الشبيبة في كل شبيبة. واليوم زي ما تعودنا بكل سنة الشبيبة بتنهي عام وبتبدأ عام جديد وبتأخذ شعار للانطلاقة الجديدة. أنهينا عام أخذنا في شعار ثبتوا قلوبكم، وشفنا أنه ثبات القلب ما يمكن يكون إلا بالاتكال على نعمة ربنا، فكان شعارنا للسنة الجديدة توكلت فلا أخاف، حتى نثبت وسط مخاوف واضطرابات الأجواء الموجودة حوالينا، ونعرف أنه ثباتنا بيكون دائما بالاتكال على الرب وبالاتكال على نعمته ومحبته. إحنا اليوم بعيد الشبيبة عيد يسوع الملك بنحتفل بشبيبة الأردن جمعاء من كل أنحاء المملكة، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. قبل يومين إحنا احتفلنا بتنصيب أمانة 2018، وتم قبول استقالة أمانة 2017 من قبل سيادة المطران ويليام الشوملي، وشكر الجهود المباركة اللي تعبوا واشتغلوا خلال عام ماضي. وبعد العظة بارك سيادته الفريق الجديد للشبيبة موزعا عليهم الكتاب المقدس نهج طريق، كما قدم للأعضاء القدامى الذين خدموا الكنيسة الهدايا التذكارية. وتزامنا مع احتفالات الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بعيد يسوع الملك، أقامت شبيبة رعية القديس ميخائيل السماكية قداسا احتفاليا ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة بحضور جميع فعاليات الشبيبة وأبناء الرعية. وخلال عظة القداس قدم الأب نفاع الشكر الجزيل لمسؤولي الشبيبة على جهودهم وإخلاصهم في خدمة كنيستهم،
كما قدم الشكر للراهبات على خدمتهن المتميزة بالمحبة والعطاء. فكانوا الشمعة المحترقة التي أضاءت لأطفالنا وشبابنا دروب النجاح، إلى من أعطى من عمره فأجزل، وعمل فأجاد، وعلم فأفاد، وغرس فأحسن، وصادق فأخلص، وكان الحصاد أجيالاً ستذكركم جميعاً دائماً بكل خير. احتفلت رعية مار ميخائيل السماكية باحتفال يسوع الملك كباقي رعايا المملكة، وتم تنصيب أعضاء الشبيبة بجميع فئاتها، وأمام مذبح الرب تم تجديد وعد الشبيبة لجميع الأعضاء. ونشكر دائماً قناة النورسات لمشاركتها جميع احتفالاتنا بالرعية. وخلال القداس تقدم أعضاء الشبيبة من أجل تجديد وعودهم وتلاوة صلاتهم التي تعبر عن التفاف أبناء الشبيبة حول الكنيسة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يدين الأعمال الإرهابية في سيناء. مجلس الكنائس العالمي يؤكد دعمه للمحافظة على كنائس الأراضي المقدسة. في بازار الرحمة الثالث أكبر مغارة ميلاد في الأردن. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.